قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني واغسلوا أرجلكم. العطف هنا على غسل اليدين في قراءة سبعية، ليست شاذة، سبعية، وأرجلكم بالخفض. من أعظم ما توجه به هذه الآية أن هذه الآية أتت بقراءة النصب على أن القدم إذا كانت مكشوفة تغسل، وإذا كانت مستورة فإنها تمسح.